أوبرا وينفري، واحدة من أشهر الشخصيات العالمية في مجال الإعلام وتقديم البرامج الحوارية، فقد لقبت بملكة الإعلام الأمريكية. ولدت عام 1954 لوالدين غير متزوجين، هما فيرنون وينفري وفرينتيا لي، لكنها عاشت مع جديها في منطقة الميسيسيبي الأفريقية، والذين اهتموا برعايتها حتى بلغت السادسة من عمرها. عاشت أوبرا حياة فقيرة مليئة بالصعوبات والعوائق، وأجبرها هو تعرضها للتحرش الجنسي والاغتصاب على يد أحد أقاربها. في مراهقتها تحولت عقد الطفولة لتظهر على شكل تصرفات خارجة عن السيطرة، حيث ثارت أوبرا وينفري على كل ما يقبله المجتمع. أرسلت إلى مركز جوفينال هول لإعادة تأهيلها بعد الإدمان على تعاطي المخدرات بجميع أنواعها، نتيجة لجنوح تصرفاتها على المقبول وخطورتها على المجتمع. في عمر 17 حين دخلت الإذاعة، وعندما أصبحت في السنة الأولى من دراستها الجامعية، طرح عليها العمل في التلفزيون لتصبح أول أمريكية من أصل أفريقي تقدم الأخبار في قناة WTVF-TV، ولكنها رفضت. بدأت عام 1984 بتقديم البرنامج الصباحي شيكاغو AM، كان هذا البرنامج الأول في القناة ولاقى نجاحاً غير متوقع. بعد عام تم تغيير اسم البرنامج إلى أوبرا وينفري شو، وتم تمديد مدته إلى ساعة كاملة. أثارت من خلال برنامجها مواضيع وقضايا اجتماعية هامة، ومن عمق معاناتها كالطلاق، الزواج، الحب، الإدمان على الكحول، حالات الاختطاف وغيرها من المشاكل الاجتماعية. طورت برنامجها ليتحدث عن كافة المواضيع بشكل عام، من حيث كل ما يهم المواطن الأمريكي، فاستقبلت السياسيين والفنانين والمثقفين وأصحاب الدرجات العلمية الكبيرة والكتاب وكبار الشخصيات التي أثرت بالمجتمع الأمريكي. لقى برنامجها شعبية عالمية كبيرة وترجم إلى عدة لغات، كما عرض على محطات عديدة وجمع 125 مليون دولار. صنفت أوبرا وينفري كأغنى نساء الولايات المتحدة، احتلت الموقع التاسع في تصنيف فوربس عن أكثر 20 شخصية نسائية مؤثرة في وسائل الإعلام. بعد النجاح الباهر الذي حققته أوبرا، افتتحت إذاعة خاصة بها، أوبرا والأصدقاء ومجلة أوبرا، وأيضا افتتحت قناتها الخاصة OWN، والتي تبث بالمجان في أكثر من 70 مليون منزل. تمتلك ثروة هائلة حصلت عليها بتعبها وكفاحها وذكائها، حيث وصلت ثروتها في عام 2003 إلى مليار دولار، وصنفت في قائمة المليارديرات وفقا لتصنيف مجلة فوربس لعام 2005، وقد كان يبلغ الدخل السنوي لها حوالي 225 مليون دولار. أما الآن فتقدر ثروتها ب 2.5 بليون دولار، لتصبح أول بليونيرة سمراء في العالم. كانت الحلقة الأخيرة لبرنامج أوبرا شو بتاريخ 25 مايو 2011، وشارك به العديد من الشخصيات الشهيرة مثل توم كروز وستيفي وندر وبيونسي وتوم هانكس وماريا شرايفر وويل سميث ومادونا. اختتمت الحلقة بخطاب تشكر به جمهورها ومعجبينها، وتأثرت لدرجة البكاء. ويذكر أن الحلقة الأخيرة حققت أعلى نسبة مشاهدة للبرنامج على مدار 17 عام.